بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الباقي محمد نور، كنت أعاني من مشكلة في الجهاز الهضمي انسداد، وسافرت لأكثر من دولتين وما تلقيت العلاج الكامل، وبتوصية من أحد الأشخاص أتيت للهند مستشفى أستر ميد سيتي الحمد لله، والدكتور الجراح ديبك فارما الحمد لله تلقيت العلاج بشكل كافي تماما في أقل من أسبوعين، وكانت العناية الطبية مكتملة تماما من ناحية الممرضين الحمد لله رب العالمين، والتشخيص كان في أسرع فترة ممكنة الحمد لله وبطريقة دقيقة تماما الحمد لله. لا أعاني من شيء في أسبوعين وأنا مغادر لبلدي، وكانت المستشفى في غاية النظافة، التعامل في غاية الاحترام، الممرضين تماما كل الاستاف الحمد لله في غاية الاحترام وفي غاية الأريحية التعامل، كما أنه المترجمين متوفرين، يعني إذا كنت لا تتحدث أي لغة غير لغتك العربية موجودين المترجمين، والحمد لله الآن كل الأمور في أمن وأمان. أشكر مستشفى ميديكال سيتي على العناية الطبية المكتملة، وأتمنى لهم التوفيق، كامل الإسطاف في المستشفى من إدارة وأطباء وممرضين ومترجمين، أتمنى لهم التوفيق من داخل قلب إن شاء الله. لله الحمد والمنة.